لو قال قائل: ماذا تقولون في قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك؟ نقول: معنى هذا الحديث أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل تأدبا، فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل تأدبا. ولذا قال تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقل أشر أراد الله بأهل الأرض، فأضمر في الشر وأظهر في الخير. وكما قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نسب الشر إلى الشيطان تأدبا مع الله عز وجل. والنصوص في هذا المعنى كثيرة،